a gold medalist. Congratulations to Salma Bahar from Morocco. كنت من مدينة سيدي بنور. المستوى الدراسي ديالي الأولى بكالوريا، تمكنت من الحصول على عدة ألقابات السنة الحمد لله. تمكنت من الحصول على الميدالية الذهبية في بطولة العالم ديال المويطة اللي تقامت بالتايلاند. الحمد لله ما كانتش سهلة، حصلت على الميدالية الذهبية بعد 3 مباريات اللي كانت صعيبة بزاف، وحصلت على الميدالية الذهبية كذلك في بطولة البحر الأبيض المتوسط لرياضة الكايوان اللي قامت في إسطنبول بدولة تركيا، وبطلة المغرب عدة مرات في مويطاي، بطلة المغرب شبان في 2023، وبطلة المغرب في المويطاي في قل من 23 عام كبار. الحمد لله كان كل شيء مزيان. كانت التدريب ديالي كتشرف على الأستاذة ديالي والبطلة العالمية رشيدة العريسي والبطل المغربي نزار الزغموشي اللي كيدعموني معنويا وماديا باش وصلت لهنا، ومازال كيعاونوني ومازال كنتسناو مكثر، يعني ما كشافيناش بهذا الشيء، مازال كنتسناو ألقاب كبيرة إن شاء الله. وكنبغي نشكر الأستاذة ديالي بزاف، وكذلك الجامعة الملكية المغربية على المجهودات اللي كتقوم بها والفرص اللي كتعطينا باش نشاركوا في التظاهرات الدولية باش نديروا هاد النتائج. والحمد لله كان احساس زوين، كنت ثقة في راسي وفي ثقة في الخدمة اللي خدمت واللي خدمت معايا الأستاذة ديالي والمدرب ديالي واللي خدموا معنا المؤطرين اللي كانوا معنا. كنت ثقة، ما كانش عندي شي خوف، والحمد لله درنا داكشي اللي علينا. كنا فرحانين، كنا مستعدين 100%، كنا كنترينيو مزيان، كلشي داز مزيان الحمد لله. دوزنا تما 8 ايام دازت كامله مزيان، كل مره كيلعبوا واحد يومين، كل نهار كتكون عندك كومبو، يعني كلشي داز مزيان الحمد لله. المباراه الاولى كانت مع كندا، والمباراه الثانيه مع روسيا، والمباراه النهائيه كانت مع ايران. كنبغي نشكر المؤطرين كاملين اللي كانوا معايا، استاذ خويا جواد وميلود البحري واستاذ دريس بن يحيى، على المجهودات اللي قاموا بها معنا باش نحصلوا على هذه النتيجه والحمد لله. وانا طالع البوديوم كان الاحساس ديالي، كنت كنفتخر براسي، كنت فرحانه بزاف، وفي نفس الوقت ما مصدقاش فاش كتسمع النشيد الوطني كيتعزف ونشاهد الرايه المغربيه الفوق. راه احساس زوين بزاف، كتمثل البلاد ديالك، كتشرفها صراحه. كان احساس زوين بزاف، ميداليه ذهبيه في تايلاند في المويطاي ماشي شي حاجه سهله، يعني داكشي كيجي بالخدمه، ما كانش الخدمه ما غيكون حتى شي حاجه من هادشي. كان استقبال في المطار من طرف الاستاذه ديالي والاصدقاء ديالي والعائله ديالي، كنبغي نشكرهم بزاف. وكذلك كان استقبال كبير من طرف الساكنه ديال مدينه سيدي بنور، من بينهم الاصدقاء ديالي والعائله ديالي والناس المسؤولين حتى هما كانوا مش واجدين. كنبغي نشكرهم بزاف، ما عمري تلقيت شي دعم من غير الدعم اللي كنتلقى من الاستاذه ديالي اللي كتعاوني ديما ماديا باش نتنقل المعسكرات التدريبيه اللي كنت تواجد مدينه الرباط في المعهد مولاي رشيد. حاليا هذا هو الدعم اللي كنتلقى، ما كاينش شي دعم من شي بلاصه اخرى. البطاله ديالنا سلمى مغار، تبارك الله من خيرات الابطال اللي عندنا، وهاد اللقب راه ما جاش عن فراغ، ولكن نظرا للمجهودات المكثفه اللي تنقوم بها انا من جهتي والكوتش نزار الزغموتي اللي بطل المغرب سابقا حتى هو ابن ديالي. وان شاء الله هذه غير البدايه، غيكون ان شاء الله ألقاب اخرين جايين في الطريق. الاستعدادات ديالنا كانت مهمه بزاف، لان بها باش كيوقف البطل. وتبارك الله فاش خدات البطولات المغرب ديالها تم استدعائها من طرف الناخب الوطني اللي هو الحاج واسو.
نظرا لانه كان حاضر في البطوله المغرب ديال البطوله المغرب وكان شافها كبطله متميزه وتم استدعائها حتى هي مع الابطال اللي حضروا في المعسكر التدريبيه اللي داروا في جديده النيت وعاود كملوا في الاخر اللي كانت لي بري سيليكسيون. هي بطوله العالم في رياضه المواي تاي اللي تقامت في بانكوك تايلاند والحمد لله تم التتويج ديالها. ماشي سهله باش تاخذ الذهبيه باش ترفع الرايه المغربيه في هذيك الدوله وهي بطوله العالم. يعني راه العالم كله راه كان مشارك في هذيك الرياضه وكانوا مدارس خطيره ديال تايلاند او ميم طون حتى ديال الرواسه اللي هما عندهم كلمه ديالهم اصلا. وتايلاند راه هاد الرياضه ديالهم راه مقدسه ديالهم راه ماشي غير عادي بحال الشكل اللي حنا عندنا. والحمد لله تم التتويج ديالها كبطلة عالمية في رياضة المواي تاي في تايلاند، رياضة تايلاندية وخديتي لها الذهبية ديالهم راه ماشي ساهلة. كنا كل نهار في التليفون كنهضروا وكان الوقت اللي كنعرفوا البطلة ديالها اللي غادي البطلة اللي غتلعب معاها تمشيو كنقراوها في صراحة كنشوفوا كاع لي تكنيك ديالها وداك الشيء او ميم طون كنبقاو يعني كندو مع البطلة ديالنا اشها كيفاش غادي تخدم كاع التعليمات كنعطوها حتى هي تبارك الله كتطبق كاع داك الشيء. او ميم طون حتى المدربين ديالها ديال المنتخب كانوا مدربين في مستوى الصراحة وكانوا كيشجعوها وكانوا مآزرين حتى همايا والحمد لله ما مشاتش داك الشيء خاوي. الحمد لله كانت نتيجه مزيانه بزاف. انا كبطله سابقه سيدي بنور زوين بزاف مزيان كل شيء فيه مزيان. حاجه واحده اللي ما فيهاش اللي ماشي مزيانه هي التشجيع بحال هاد الطاقات الرياضيه اللي ما كاينش شي تحفيزات ما كاينش تشجيع ما كاينش هذا هو اللي ما كاينش. ما خاص شويه تكون شي التفاته اللي باش هاد المسؤولين ديال هاد المدينه يعطوا تشجيع شويه لهاد الوليدات. انا حنا كمؤطرين هاد الشباب وسميتو حنا كنديروا اللي علينا ولكن الناس المسؤوله خاصها هي دير اللي عليها. حنا كجمعيه رياضيه بعدا ما عندناش حتى الدعم اللي كيتعطى للجمعيات ما عندناش ما كناخذوش. بصراحه المجهود الشخصي اللي تنخدموا به والناس كنتمناو تكون شي التفاته يعاونونا باش نعاونوا هاد الابطال. كنت في نفس يعني عشت نفس اللحظه اللي هي كتعيش وحسيت بها وعاد كمدربه ديالها وكمؤطره ديالها يعني وكمغربيه وكبنوريه. هادشي ماشي ساهل ان واحد البطاله من المغرب من سيدي بنور من الجمعيه ديالنا اللي هي الجمعيه الوطنيه لفنون الحرب باش توج بهذا اللقب كان في الصراحه ما كيتصورش زعما ما كان شي حاجه كبيره بزاف لينا فرحنا فيها بزاف صراحه. وكنتمنوا حتى المسؤولين على المدينه يحاولوا يشجعوا هاد الشباب باش يزيدوا للقدام بيسكو دابا غير تبارك الله هي بمجهودات اللي ضعيفه بزاف يعني ما عندناش ماشي المجهودات مي امكانيات ضعيفه بزاف. والحمد لله هو رفعت الرايه المغربيه في بطوله العالم راه ماشي سهله. كون كان غير شي شويه ديال التشجيع غتكون مرتاحه نفسانيا وغادي تعطيك كثار بيان سور. اما بحال هكا كيقدر البطل يحبس وحده اخر مره يشوف يقول هذه بطاله وما داروا ليها والو الوغ اش غايديرش ما الرياضه ما فيها والو ما هذا وما كيبقاش الاهتمام ليها الوغ كو العكس. رياضه مهمه للصحه اولا الجسميه وعقليا نفسانيا حتى هي عاد تبارك الله هاد المدينه هادي راه عندها طاقه عندها ماده خام خاص غير تشجيع البطله. هي بغيت نقول لك بان مفخره لهاد البلاد
وشرفات لينا بلادنا الحمد لله، وهزات الرايه المغربيه، وهذا شرف للمغرب كامل وشرف كبير لمدينه سيدي بنور باش تكون عندنا بحال البطاله هنا في مدينتنا، ماشي سهله. وكنتمنوا من السلطات المحليه ومن عامل اقليم سيدي بنور انه يلتفت لهاد الوليدات ديال الرياضه، لان بحال هاد البنيه راها ماشي سهله باش تجيب البطوله العالميه، ماشي سهله. من بين 18 بطل تجيب هي الميداليه الذهبيه، ومن مدينه اقليم سيدي بنور ومن لاصال ديال الرشيده العريسي بطلات العالم، راه ماشي سهله، راه مفخره لهاد البلاد. كاينين طاقات عندنا، خاص غير الدعم، والدعم المعنوي والمادي بجوج بيهم، يشد لهم يديهم ويخرج من هاد الوليدات ديالنا ديال الاقليم ابطال ان شاء الله.